نعاني في قريتنا من بعض الأفراد المنتمين إلى كذا. طبعا أنا من طبعي ما بكملش بإيدي الأسئلة، لكن النقاط أحب إن أنت تشغل دماغك وتحط تملى أنت النقاط الفارغة، وذلك لما يصرون على فعله من كثير من المخالفات الشرعية بل والبدع، مثل الدعاء الجماعي عقب الصلاة وأذكار الصباح والمساء جماعة، والدعاء على المقابر أيضا، وتخصيص ليلة الخميس من كل شهر لما يسمونه ليلة إيمانية. ليلة إيمانية مش هو المصطلح، المفروض يسموها حاجة تانية، بس مش هقول أي حاجة تانية دي، بس مش هو ده المصطلح يعني. المهم يقومون فيها بتلاوة جزء من القرآن والإفطار والدعاء معا، وصلاة القيام جماعة، ونواجه منهم حربا شديدة بعد أن أقنعوا الأهالي بأن إعفاء اللحية مجرد سنة وليس واجب، وأيضا جعلوا مسألة زكاة الفطر الأصل فيما هو القيمة، الأصل فيها القيمة. وقال بعضهم إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم له ظاهر وباطن، الله المستعان، ده يشبه كلام الباطنة، الجماعة اللي هم الباطنة الروافض هذا كلامهم، وهذا أيضا كلام ملاحدة الصوفية، أنهم يزعمون أن كلام الرب سبحانه له ظاهر وباطن. فالظاهر يعلمه أهل الرسوم، أما الباطن فلا يعلمه إلا أهل الحقائق، وبالتالي كل لفظ في القرآن له عندهم تأويل باطني. التأويل الباطني ده عند أهل الرفض هذا على اسمه التأويل الباطني، وعند أهل التصوف هؤلاء يسمى بالتأويل الإشاري. فالتأويل الإشاري هو في الحقيقة قريب في بعض نواحيه من التأويل الباطني الرافضي. فمسألة إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم له ظاهر وباطن، ده ممكن نهدم السنة بالجملة دي، نهدم السنة، لأن تقول لي على أي حاجة أقول لك لا ده هذا هو الظاهر لكن الباطن كذا. طب هب إن هذا الكلام صحيح، فكيف نعرف الباطن؟ خلاص ماشي، هب إن أنا هتفق معاك إن القرآن له ظاهر وباطن، أو النبي صلى الله عليه وسلم كلامه له ظاهر وباطن. الظاهر يعلمه الناس، طب والباطن مين اللي بيعرفه؟ حضرتك؟ مين بقى بالضبط اللي بيعرف الباطن؟ يا اخوانا احنا بنأسس لعصبية ومذهبية معاصرة مقيتة، يعني سواء كانت هذه عصبية أو مذهبية علمية أو حزبية أو منهجية، ده مسألة خطيرة جدا، لابد يكون الاتباع للنص مش الاتباع للمفاهيم الفاسدة. طيب، ويتهموننا بتعصب وتشدد مستعينين في ذلك بالمدعو فلان، ربنا يلهمه الخير يا رب. خاص وقد أحضر ذات مرة أحد من يوصف بالعلم وأقر كل أفعالهم بحجة أن هذا أفضل لتجميع الناس بدلا من تفريقهم، ولا نستطيع منع ذلك. هي الحجة دي هي حجة قديمة، يعني جمع الناس على السماع، حتى ده موجود عند الصوفية، وهو جمع الناس على السماع والمواجد، يعني ناس أهل معاصي، يعني بيختنوا النساء ويغزلوا الذكران وبيعملوا المعاصي، فاحنا عاوزين نهديهم فنكلمهم بالشرع، ما بيجوش، نعمل لهم ايه بقى؟ نعمل لهم جلسة سماع ومواجد، أناشيد وأغاني ورقص، فالناس يجوا، فلما يجوا بقى يبقى تأثرهم بالسماع والمواجد ده سبب في صرفهم عن ماذا؟ عن المعصية. طبعا ده بمنهج إخواننا أصحاب تقليل المفاسد، وإن كانوا سلفيين في هذه الأيام فهذه طريقة صالحة. ليه؟ لأنه قلل كده المفاسد، لكن في الحقيقة هذه مش طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا طريقة السلف، دي طريقة بدعية، طريقة بدعية. زي بالضبط واحد مبتلى بأن هو ممكن يقع في الزنا،
طب يقع في الزنا ولا يمارس العادة السرية؟ يقول لك لا، يمارس العادة السرية لأن دي أهوى منين؟ من الزنا. هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، لأنه لو مارس هذا الأمر ما استطاع أن ينفك منه، ولا أمكن أن يعود إلى الزنا مرة ثانية. أمال يعمل إيه؟ فين قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ أين هذا؟ لابد من المجاهدة. ثم إن الإسلام منهج تغيير، الإسلام يا إخواني منهج تغيير، تغيير المفاهيم، تغيير للقيم، تغيير للتصورات، ولكن تغيير القيم والمفاهيم والأخلاق والتصورات الفاسدة البالية. يعني لو واحد جاهلي عنده أخلاق حسنة طيبة، لما يخش الإسلام يغيرها إلى أخلاق رديئة وفاسدة، ولا تفضل زي ما هي؟ تفضل زي ما هي. يعني العرب قديما كان عندهم صدق ونبل ووفاء، لما يخشوا الإسلام يبقوا كذابين وغدارين وخونة؟ لا أبدا. فالإسلام يحفظ عليك ما هو خير، ويجعل ما هو فيك صفات ينبغي أن تتنحى. يبقى الصفات الفاسدة تتنحى لتحل محلها الصفات الايه الغالبة، وهي صفات الإسلام، حتى تكون مسلما. احنا لسه قايلين دلوقتي قل إن صلاتي ونسكي وإيه كمان ومحياي وإيه كمان ومماتي مين لله رب العالمين. فمسألة أن نجمع الناس على بعض الصور البدعية ظنا أن ده أفضل من فسادهم، لا، الكلام ده كلام غير صحيح. ولذلك من آثار هذا أن في الصومال مثلا منطقة في الصومال فيها متصوفة، منطقة في الصومال فيها متصوفة، المنطقة دي لو أي واحد متسنن مر منها يقتل، يقتل على طول. ليه؟ لأن هم في دماغهم الناس متسنن دول ناس وهابيين كفر، وهابيين كفر، عندهم الوهابي يبقى كافر. فبالتالي كونه يمر من المنطقة دي لا ينبغي أنه يمر. صحيح. إيه اللي حصل؟ اعتقاده الفاسد بسبب بدعه وضلاله أرداه وأغواه وأوصله إلى النتيجة الفاسدة دي. في عند الأزمات لا تجد أبدا صاحب البدعة العقائدية مجتمع مع صاحب السنة، لا يمكن أبدا. يعني إخواننا اللي بيقولوا اجتماع الأمة ولابد من جمع الناس والكلام ده، الكلام ده كلام يحتاج إلى نظر. ليه؟ لأنه عند الشدائد لا يمكن أن يجتمع صاحب البدعة العقائدية مع صاحب السنة، مش هينفع، مش هيصح ولا ينفع. ولذلك لابد من التوحيد والسنة قبل التجمع والتوحد، لابد من التوحيد والسنة، الاثنين دول مع بعض، التوحيد والسنة. ما ذكرته أخي الحبيب، لابد أن يعالج برفق، وأن تجتهد في الدعوة، وأن يجتمع الإخوة في هذه القرية طلبة العلم على مدارسة العلم ودعوة الناس بالتي أحسن، وتجنب مثل هذه الصدمات. يعني أنا أرى أن نتجنب مثل هذه الخلافات إلا إذا وقعت، يعني لو حاجة مضطرين إليها خلاص، لو المضطر إليه خلاص، لكن أنت لا تكون مبادئا. يعني افترضنا مثلا إحنا هنروح نصلي العيد في الخل مثلا، ما نشلش النبابيت ونقف على الناس قدام الجامع، يلا انت ما فيش صلاة في الجامع، يلا روح على الخل، واللي هيش هيجي معانا نضربه النبوت. يبقى احنا كده عملنا مشكلة مع الناس، صح ولا لا؟ لكن احنا ملناش دعوة بهم خالص، يصلوا في المسجد فوق الجامع ان شاء الله، يصلوا في خندق تحت الجامع، دي مش قضية، احنا هنصلي وهنروح طريقتنا، واللي يقف لنا هنمنعه. يبقى احنا لم نصادم احدا، مع عم الشيخ لم نصادم ايه احدا. بالطريقة دي يمكن بفضل الله ان يكون هناك خير. وفي البدايات للدعوة في كل قرية كانت هناك الحرب العوان في مثل هذه المسائل، حرب عوان في مثل هذه المسائل. الناس بتصلي الجمعة الأذان الأول والأذان الثاني، وبعد الأذان الأول بيتصلى فيه ركعتين سنة الجمعة،
وقبل الأذان الصييد بيقعد يقرأ ربع اللي هو قرآن الجمعة. فلما نقول لهم من قرآن الجمعة ده لا يجوز بدعة، يقولوا لنا الله القرآن بتاع ربنا يا كفرة تخلوه بدعة ليه؟ واحنا بنرقص ولا بنسرق؟ احنا بنقرأ قرآن. ويبدأ الناس يلسنهم وتقوم حرب كبيرة جدا. السنيين بيحرمهم القرآن، الناس تمشي في أي مكان اخص عليكم تحرموا القرآن، القرآن ده بركة. ويقعد يقول لك في القرآن بقى الناس في الجامع كلها تقوم تصلي ركعتين وحضرتك قاعد ما بتصليش، تقوم الحرب. السنيين بيحرموا الصلاة، بيقولوا الصلاة حرام لدرجة انهم نصلي ما يقوموش ايه يصلي. تعمل ايه في العقليات دي؟ هتعمل معها ايه دي؟ ما تضحكش، الكلام ده كله عشناه يعني، وعشنا امر منه وامر منه. فانت لابد ان انت تصبر وتتئد وتتمهل، واياك ان تخسر الجولة. كن ذكيا. يعني رجل يقول لك مثلا انتوا بتحرموا القرآن، اسألوا سؤال واحد، انا حافظ قرآن ولا مش حافظ؟ هقول لك انت حافظ قرآن. طب لو كنت بحرم القرآن ازاي نكون حافظ قرآن ولا بحرمه؟ اديله اشكالية بس. الرجل يقول انتوا بتحرموا الصلاة، اسألوا سؤال، هي صلاة الجمعة لما نيجي نصلي هصلي ولا مش هصلي؟ هصلي، يبقى بحرمش الصلاة، يبقى انا ببدع القرآن مش كقرآن، فأنا ببدع حال معينة أو كيفية معينة أو طريقة معينة. أما أصل القرآن، أما أصل الصلاة، فأنا لا أرمي ذلك بماذا؟ بالبدعة. عشان تقدر تناقش واللي قدامك يقدر يتفهمك، يحتاج منك إلى صدر واسع وأخلاق يعني سابغة وتؤدة وتأني. وربنا إن شاء الله يوفقنا للخير.